كسفت الشمس فما كانت لعبا، إنما هي آية من آيات الله وتحذيرا. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان عبطا، لا والله. كسفت الشمس وخسف القمر لما عبد غير الله على ظهر الأرض واقترفت الكبائر في برها وبحرها. كسفت الشمس وخسف القمر لما حرب دينه في فجاجها وأوذي عباده في بلادها وشرد المسلمون في سبيله في هضابها. كسفت الشمس وخسف القمر لما قتلت العفة والحياء في شعابها واختلطت النساء بالرجال في منتدياتها. كسفت الشمس وخسف القمر لما شربت المسكرات والمخدرات في أرجائها، وبورز الله بالحرب في أنحائها. كسفت الشمس وخسف القمر لما كثر الظلم والتعسف وانتشر الغش والخداع، فلما سلب نور الإيمان من القلوب فأظلمت، سلب الله عز وجل ضوء الشمس والقمر فأظلم، تحذيرا لنا عباد الله، فالله المستعان.